خلي بالك مش قاعد يتحاور معنا. قاعد يتحاور معنا الرئيس. اي كيفاش قاعد يتحاور؟ ثم قناة تواصل معكم؟ قاعد يتحاور معنا بطريقة غير مباشرة ولا غير مباشرة؟ لا غير مباشرة. احنا نخرجوا في بن عروس ونقولوا خطاب، يطلع هو في نابل يجاوبك. احنا الوحيدين اللي جاوبنا راه من مواطنون ضد الانقلاب. كل مرة نخرجوا للشارع يسمع خطابنا، واضح انه يسمع في خطابنا ويجاوبنا، نتحاوروا معه. وشنو استشفيته من اجاباته؟ انه منزعج منا وخايف من جبهة الخلاص وخايف من مواطنون ضد الانقلاب، ونمثل له بالنسبة لي بعبع خطير. لأن في كل مرة فما برشا أطراف سياسية تخرج تعمل تصريحات، تخرج في الشارع تنتقد قيس سعيد، تسب وتعمل فيه، تقول فيه ما لم يقوله مالك في الخمرة، ما يجاوبهاش. جابت الخلاص وين تتحرك يا سيدي؟ أنا أعطيك حاجة بالواحد، الولاية اللي نمشي ولها ونعملوا فيها اجتماع شعبي ولا المعتمدية ينحي الوالي والمعتمد.